صحفي المغرد، الصحفي السعودي المغرد، خاصة الآن مع كل هذه التحولات، وأنت يمكن من الملائمين والمناسبين لهذا الوصف، يعني كيف تشوف حجم القوة اللي ظهر في هذا الصحفي السعودي المغرد خاصة وسط كل هذه التحولات والقضايا؟ طبعا لازم نفرق الصحفي المغرد بين من يغرد برأي وبمعلومة. هناك فرق بين المعلومة وبين الرأي طبعا. وإذا كانت معلومة خاصة لا ينبغي في تقديري أن الصحفي يغرد فيها في تويتر، لأنك تنشرها مجانا، بينما صحيفتك التي تدفع لك راتب، يعني أنا أحد يوم كنت في الشرق الأوسط أحد الزملاء كتب تغريدة حصري ونشر خبر وهو فعلا حصري، تعالي بحلال، فدقيت عليه قلت له هل تأخذ راتب من تويتر؟ استغرب، قال لا، قلت له من وين راتب؟ قال من الشرق الأوسط، قلت له هذا الخبر للصحيفة وليس لل، يعني فهناك فرق. أما في الرأي هذا موضوع مختلف. أنا أظن أنه هناك يعني ظاهرة تستحق الدراسة، وهو ما فعله تويتر بالشارع السعودي، سواء تأثيره على المؤسسات الإعلامية، تأثيره على الرأي العام، وأيضا خلق مزاج وإن كان في بعض الأحيان قد يكون مزورا، باعتبار أن هناك مغردين من الخارج ويحركون بعض الهاشتاجات، ولكن لا جدال أن تويتر يعتبر، يعني لا يمكن أنك أن ترصد الرأي العام السعودي دون أن تعتبر موقع تويتر أحد الأدوات الرئيسية التي يستطيع من خلالها المواطن السعودي، الكاتب السعودي، المذيع السعودي، المسؤول أيا كان، أن يستخدم هذه الوسيلة للتواصل مع الآخرين. طيب، وعلى مستوى الرأي مين أريح، المقال، الزاوية، ولا تويتر؟ لا، باختلاف، الجمهورين مختلفين. هناك لا بس الشخص أو المغرد هو ذاته، يعني أنت بالنسبة لك من تجربتك، يعني أنا أعتبر أن عندي تجربتين، يعني قبعتين، ألبس قبعة للمقال وقبعة للتغريد أو لمغرد أو أقول رأيي في تويتر، باختلاف، الجمهور يختلف هنا والجمهور يختلف في الصحيفة أيضا، حتى القدرة على أنك تكتب تغريدة قصيرة جدا غير أنك تكتب مقال من 500 كلمة، فبالنسبة لي يعتبر مختلفين. لا يمكن، بالرغم من أن أحيانا أستخرج مثلا من مقالي بعض التغريدات، ولكن هذا استثناء. طيب،